يا صباح الفل، حلقة جديدة من برنامج اسأل بره. احنا النهاردة بنتكلم عن موضوع ممكن يكون اتقال قبل كده لكن هنتكلم عليه بطريقة مختلفة. مرض السكر. مرض السكر اللي بينتشر وحقيقي منتشر بصورة كبيرة جدا ممكن يكون نتيجة ان احنا بنستخدم لايف ستايل مختلف او بنعك في الاكل بتاعنا. المهم ان هو انتشاره ملوش اي علاقة بالعمر، ومشكلته انه بيبقى صامت، يعني انت ممكن مرة واحدة تلاقي سكرك عالي او سكرك وطي ويسبب لك مشكلة. الحقيقة انه مع التقدم اللي احنا فيه ده كله الا انه لسه مرضى السكري بيعانوا من المرض بتاعهم، وعلشان كده كان لازم تبقى معايا ضيفت النهاردة دكتورة امل حازم، طبيبة الاسنان ومثقف سكري. اهلا بحضرتك يا فندم. ازاي حضرتك؟ عامل ايه؟ الحمد لله تمام الحمد لله. مبدئيا كده احنا عايزين نعرف الناس ايه الفرق ما بين السكر نوع اول وسكر نوع تاني. طيب خلينا نتكلم الاول اصلا يعني ايه سكر او ليه السكر بيحصل. انا حاجه طبيعيه ربنا خلقها في جسمنا، عضو اسمه البنكرياس. البنكرياس ده عنده كذا نوع من انواع الهرمونات، مش هرمون واحد بس. الناس بتتخيل ان البنكرياس طالما باظ يبقى خلاص هو ملوش لازمه. لا، البنكرياس بيطلع لي زي ما بيطلع لي هرمون الانسولين بيطلع لي هرمونات تانية كتير. طيب الانسولين ده هرمون ايه؟ اسمه هرمون البناء. بمعنى ايه؟ بمعنى ان هو بيستخدم علشان يبني عناصر كتير وبيساعد في النمو والتطور بتاع الانسان. خلاص. طيب انا دلوقتي حصل عندي عجز شويه في الانسولين او مسد خالص، يعني ما بقاش موجود، وده اللي هنقوله في الفرق ما بين النوع الاول والنوع التاني. طب الانسولين ده بيعمل ايه؟ الانسولين ده هو اللي بيدخل لك الاكل جوه الخليه. بمعنى ايه؟ انت حضرتك بتاكل الاكل فبتمضغ والاكل بينزل المعده، بيحصل هضم جزئي، وبعد كده يبدا بقى الاكل ده المفروض يتوزع على بقيه اعضاء الجسم وبقيه خلايا الجسم علشان نستفيد منه، والمصدر الاساسي للطاقه هو الاكل. مظبوط. فانا دلوقتي المفتاح اللي بيدخل الاكل جوه الخليه هو هرمون الانسولين. فده اللي لما بيحصل بقى انه الاكل ما بيدخلش جوه الخليه يبقى هيحصل ايه؟ هيحصل عجز، الخليه مش هتبقى بتتغذى كويس او مش هتاخد طاقه. يبقى كده او بالظبط، يبقى انا كده ما عنديش مصدر للطاقه، يبقى انا لازم اجيب حاجه تانية عامل مساعد يدخل لي الانسولين جوه الخليه، سوري، يدخل لي الاكل جوه الخليه. تمام. طيب انا يعني ده دور الانسولين. بالظبط، ده دور الانسولين ان هو بياخد الاكل بيدخله جوه الخليه. تمام. خلاص. طيب انا دلوقتي ايه اللي حصل بقى في السكر نوع اول وايه اللي حصل في السكر نوع تاني؟ السكر نوع اول ده هو مرض مناعي، المناعة بتهاجم الخلايا بيتا في البنكرياس، تمام، فما بتطلعليش انسولين. المرض المناعي ده وارد يحصل عند بعض الاطفال اللي هي عندها قابلية وراثية، بمعنى انه الاب او الام او الجد او الجدة حد عنده سكر نوع اول فهو كده عنده قابلية وراثية، لكن هو مينلي هو مرض مناعي، هو اساسا مرض مناعي. تمام. طيب ايه اللي بيحصل بقى هنا مع السكر نوع اول؟ انت بتلاقي ان انت مفيش اكل داخل الخلايا، وبالتالي بتلاقي الوزن ايه؟ بيقل، بينزل الوزن، بينزل، وبالتالي خلاص ما هو انا لازم اشوف بقى علاج اعالج علشان انا اتفقنا ان الانسولين ده هرمون بناء. تمام. طيب في النوع التاني ايه اللي بيحصل؟ يبقى انا كده عندي النوع الاول علشان نبقى فاهمين، النوع الاول ما عنديش انسولين تقريبا خالص بتاتا، وهو خلاص مناعي، يعني مش حاجه انت هتكتسبها. لا مش حاجه مكتسبه، تمام. ولا هو اساسا مرض وراثي، احنا اتفقنا ان هو مرض مناعي عند بعض الاشخاص اللي عندهم قابليه وراثيه. تمام. طيب نيجي بقى في النوع التاني. لا، النوع التاني طبعا خلينا نقول ان النوع الاول ده اللي بيجي غالبا في الاطفال الصغيرين لحد مثلا التينيجرز كده، وممكن يوصل معايا لحد 20 سنه. يعني احنا شفنا بعض حالات في اطفال يعني شباب بقى 20 سنة او 22 بيجي لهم نوع اول. ده بيبان بالتحاليل، يعني الفرق ما بين النوع الاول والنوع التاني. السكر عنده انواع كتير كمان. طيب النوع التاني بقى ايه اللي بيحصل؟ أيوة. النوع التاني انت عندك انسولين والبنكرياس بتاعك شغال، تمام، بس انا المشكله عندي ان كميه الاكل اللي داخله زياده شويه، وانا ما بقاش عندي القابليه، البنكرياس بتاعي تعب من كتر الاكل اللي داخل بالمعنى الدارج خالص. بالظبط كده، طبيعه الاكل اللي احنا بناكله، الفاست فودز والحاجات اللي هي بتاعه اليومين دول، فدي تعبت البنكرياس فخلت في حاجه اسمها مقاومه انسولين. انا عندي انسولين بس مش قادر اغطيك، مش قادر اكفيك، وبالتالي علاج النوع التاني ممكن قوي وارد يبقى نظام غذائي صحي فالموضوع يمشي معاه كويس من غير علاج، ووارد ان هو يحتاج ياخد اقراص في مرحله من المراحل، ووارد ان هو خلاص هو مش قادر يظبط دنيته ومش قادر يظبط اكله، فبالتالي هيضطر ان هو ياخد انسولين في وقت من الاوقات. بس خليني اقول لك انه في ناس كتير عماله تقول ايه، ما تاخدش انسولين اصل جسمك هيتهد. يا فندم الانسولين ده زي ما اتفقنا ايه؟ هرمون بناء.
فهو مظبوط. حاجه علاجيه ما ينفعش ان انت تقول لي ما تاخدهاش، لا لو اتس ماست ان انا اخدها فخلاص تمام انا لازم هاخدها، لان ده العلاج بتاعي. زي ما حضرتك مثلا بتاخد علاج الضغط، ينفع اجي اقول لك لا اصل علاج الضغط هيكسر جسمك؟ لا طبعا مش هتنفع. فان انت تقول لي مثلا لو حد عنده سكر نوع تاني ولا سكر حمل ولا الحاجات اللي احنا هنتكلم فيها، ما ينفعش تقول لي ما تاخدش العلاج بتاعك. تمام. ايا كان العلاج اللي الدكتور هيكتبه لك. طيب وسكر الحمل بيجي من ايه؟ طيب سكر الحمل ده انا عندي منه حوالي ثلاث فروع. في سكر حمل بيجي وقت الحمل، وده برضو عند ناس عندهم قابليه، معنى ان مثلا والدها او والدتها كان عنده سكر نوع تاني فهي عندها قابليه ان يجي لها سكر الحمل، او في واحده اصلا سكر نوع اول وحصل لها حمل، او واحده سكر نوع تاني وحصل لها حمل برضو. في كل الاحوال بقى انا عندي في الحوامل بالذات، علشان برضو دي حد انت مسؤوله عن اتنين مش مسؤوله عن نفسك، مش بس فانت والبيبي بتاعك احنا تقريبا ممنوع ان احنا ناخد اقراص في فتره الحمل. فاما لو هو سكر حمل بمعنى ان هو حاجه مستحدثه بانت بعد اول 3 شهور في الحمل، احنا بناخد ساعتها انسولين على طول، لانه خلاص هو مش هينفع ان احنا ناخد. وحتى لو واحده سكر نوع تاني وبتتابع في الحمل بتاعها، فالدكتور هيحولها على طول على انسولين، لانه طيب بعد الحمل يعني بعد الولاده، بعد الولاده ترجع لو هي سكر نوع اول هي كده كده معتمده على الانسولين اعتماد كلي وجزئي. لا لو النوع تاني، لو نوع تاني لا ممكن ترجع للاقراص عادي. واحنا هنا ما بنديش الاقراص ليها، علشان هي بتعدي من المشيمه بتروح للبيبي، بتروح للبيبي الجنين يعني، بتاثر عليه يعني. بالظبط كده، فاحنا مش عايزين ده. طب هو في سؤال كده برضو، يعني الناس لما بتعاني من مرضى السكر او من مرض السكر يعني بتلاقيهم بيروحوا لدكاتره ما بيبقاش عارف هو يتوجه لاني دكتور. في ناس بتروح دكتور بطنه على